السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية. والمستهل بالوضع في فلسطين المحتلة، حيث تدخل الهدنة الإنسانية يومها الثالث وسط ترقب الإفراج عن دفعة ثالثة من المعتقلين لدى الكيان الصهيوني وأسرى لدى فصائل المقاومة. هذا وتم الإفراج سهرة أمس عن 39 أسيرا فلسطينيا، بينهم 33 طفلا من سجن عوفر العسكري في بلدة بيتونيا غرب رام الله، ومن معتقل المسكوبية في القدس المحتلة، مقابل تسليم المقاومة الفلسطينية 13 محتجزا لديها إلى الصليب الأحمر. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله الذي أحسن بنا إذا أخرجنا من السجن، الحمد لله. جدا نخجل أن نفرح وفلسطين كلها جريحة، أوجاعي مرئية مش ما في داعي إني أحكي عنها، غير أوجاعي من ناحية المشاعر الأحاسيس الشوك للأهل، بس هاي هي ضريبة السجن للسجين سجنه وضريبة المحبة الشوق والحنين. وبينما تتجه والأنظار نحو ما يحدث في قطاع غزة، يواصل الاحتلال الصهيوني عدوانه في الضفة الغربية، حيث استشهد 6 فلسطينيين على الأقل خلال مواجهات عنيفة أعقبت اقتحام مخيم جنين وبلدتي قباطية والبيرة قرب رام الله، حيث حاصرت قوات الاحتلال مستشفى جنين الحكومي ومستشفى ابن سينا ومقر الهلال الأحمر الفلسطيني، ومنعت سيارات الإسعاف من التحرك لإسعاف الجرحى. وفي غضون ذلك أصيب 7 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال استهدفتهم أثناء تفقد منازلهم في محيط مستشفى القدس والإندونيسي في قطاع غزة. وعن عودة النازحين إلى ديارهم في ثاني يوم من عمر الهدنة المؤقتة واكتشافهم للدمار الهائل الذي خلفته آلة الحرب الصهيونية، رصد لنا مراسلنا من غزة وسام أبو زيد هذه الصور. وفي ظل محاولة الفلسطينيين يعني تفقد احتياجاتهم، سنلتقي هذه الساعة وفي هذه اللحظة مع عائلة فلسطينية نتعرف عليها تعيش مع أطفالها فوق أطلال الركام في ظل هذا الأجواء يعني الصعبة، يعني سواء فصل الشتاء أو ما يجري معهم من احتياجات أساسية يحتاجونها خلال أجواء الشتاء. كيف هي الأوضاع في هذا المنزل؟ والله الوحدات صعبة، والله إنها صادمة جدا 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 جدا، كل الملابس فش، أكل فش، يعني وضع صعب جدا. واحد يعني مش عارف إيش بدي أطلع، مش عارف إيش بدي أجيب لهم، مش عارف أنا أروح في الشوارع، يعني في الشوارع جدا صعب الوضع، وضع صعب جدا. يعني بألم وحرقة تتحدث هذه الأم الفلسطينية لما رأته من مشاهد يعني مريبة للمربع السكن الذي تقطنه وتسكنه شرق خان يونس، وهي أيضا أم لعشرة أطفال فلسطينيين يتواجدون في هذه اللحظات، هم الآن في منطقة يعني فوق أطلال الركام. هؤلاء الأطفال يعني شردوا في مدارس النازحين خلال أيام العدوان الإسرائيلي، وسيقضون عدة أيام من هنا، وربما لا يستطيعون أصلا القضاء حتى ساعات هنا فوق هذا الركام، ومن ثم سيعودوا إلى المأساة وإلى الأزمات. أي عقلك أنك تضبط في بنادم مش يصير فيه؟ يا أشلاء يا قطع، مش هتلاقي له يعني من أطر أنك تدفنه، يعني أشلاء حيصير. شضية، هذا شضية في 16، هذا واحدة منهن، يعني بارك البقيات وين طبن، يعني شوف البيوت الصار فيها دمار دمار شامل، يعني واحد والله بتدمع عينه. هذا الصاروخ أطلق من أحد طائرات الاحتلال الإسرائيلي وسقط على يعني أحد المنازل الفلسطينية ولا يستطيع أحد الاقتراب منه أكثر من ذلك. نزل صاروخ هنا وما انفجرش، واحنا يعني بدنا نطالع، لو بدنا نمرق على بيوتنا نطلع اواعينا نطلع شي حاجات، يعني ان ما فيش شيء. الصاروخ هذا خايفين اصلا نقدم عنده لانه خطر، خطر على باب الدار زي ما انت شايف، يعني ربما يعني ينفجر في اي لحظه، هو خطير للغايه. صاروخ F-16 يزن عده اطنان، ولا نعرف ما يمكن أن يفعله الفلسطينيون سواء المواطنين أو حتى الجهات المسؤولة لانتشال هذا الصاروخ. يعني نتكلم عن جريمة أخرى لولا هذا الصاروخ
لو هذا الصاروخ انفجر لكانت هذه المنطقة كلها أيضا تدمرت، كما رأينا عدد من المنازل والمربعات السكنية التي يتم تدميرها. هذا الصاروخ هو أحد بقايا الاحتلال الإسرائيلي وما زال ملقى على الأرض، لكن علمنا أيضا ليس وحده في هذا المربع فقط، هناك نحو 6 صواريخ أطلقت من طائرات F-16 والF-35 لم تنفجر ويمكن لها أن تنفجر في أي لحظة. حتى الفلسطيني الذي جاء إلى منزله لا يستطيع التجول في هذا المكان خوفا من انفجار الصاروخ. وسام أبو زيد، التلفزيون الجزائري، فلسطين. ونصرة للقضية الفلسطينية باعتبارها عقيدة راسخة للجزائر شعبا وحكومة نظم بولاية باتنا يوم دراسي حول مقاومة الشعب الجزائري للاستعمار بين أول نوفمبر ودعم القضية الفلسطينية بحضور عدد من الأساتذة والأئمة ووزير الشؤون الدينية والأوقاف. عن التلفزيون يونس لكحالتيفا. منابر لطالما صدحت بنصرة القضايا العادلة، والقضية الفلسطينية أم القضايا للجزائر شعبا وحكومة، نجدها على أوراق الأئمة والدعاة في كل مناسبة وحين. هي ليست قضية بقعة من الأرض كأي بقعة، وإنما هي قضية المسلمين ككل، والجزائر دولة مسلمة والحمد لله، فجعلت من أولى أولوياتها نصرة هذه القضية، لأن هذه الدولة أسست على ثورة تحريرية ضحى فيها الآباء والأجداد بالدماء الغالية حتى حررت هذا البلد. فمسألة تحرير الأوطان والوقوف أمام المحتل الغاشم فهذا أمر ضروري. مثل الإمام أولا بالدعاء أول شيء، ثم أيضا المهمة الأخرى في إرشاد الناس وتوجيههم إلى نصرة إخواننا في فلسطين. ولطالما كانت المساجد والمدارس القرآنية بمنهج الوسطية والاعتدال تدعو إلى نصرة القضية حتى أيام الاستعمار الفرنسي، ومنه كانت المقاربة بين الثورة الجزائرية والمقاومة الفلسطينية. منذ أن أعلن تأسيس هذه الدولة هنا في الجزائر في شهر نوفمبر، ونحن في شهر نوفمبر، وكذلك ما رفع السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في المحافل الدولية كلها وأكثر من مرة، أن هذه القضية لا تعرف تنازل ولا يمكن أن تنسى هذه القضية، وهي تحظى بالدعم لا مشروط ولا محدود. وكذلك يعني الجزائر تعتبر أنه لا يكتمل استقلالها إلا باستقلال فلسطين، وما يعانيه الشعب الفلسطيني تحتضنه الجزائر بكل قوة وتدعم جهادها وتدعم نضالها إلى أن يأتي النصر إن شاء الله. ودعما للهياكل الدينية بولاية باتنا، مساجد ومدارس قرآنية دخلت حيز الخدمة بكل من دائرتي ولاية سليمان وتزولت. وعلى هامش فعالية منتدى شباب الجزائر الذي ينظمه المجلس الأعلى للشباب وتفعيلا للعمل التطوعي والتضامني، نظمت بولاية وهران حملة لغرس أزيد من 14,000 فسيلة تخليدا وتكريما لأرواح شهداء غزة. أبو بكر منصوري. تعزيزا لقيم المواطنة لدى الشباب الجزائري، عملية تشجير واسعة تحمل طابع الوفاء لشهداء فلسطين لأكثر من 14,000 فسيلة تم غرسها عبر نقاط مختلفة بدائرة بئر جير ولاية وهران، والتي ستكون دافعا للوصول إلى حياة أجمل وبيئة أفضل لهذه المدينة. هذه الحملة هذه اللي أعطت انطباع كبير سكان مدينة وهران، وإن شاء الله يحافظوا على هذه الأشجار. هذه الأشجار هي اللي راح تحمي مستقبلا، يحافظوا عليها بالسقي. هنا اليوم غرسناها وهم يحافظوا عليها بالنظافة تاعها. يوجد توافد كبير ورغبة كبيرة من طرف المشاركين في إنجاح هذه المبادرة، والتي نسعى من خلالها إلى أن نجعل ولاية وهران ولاية خضراء. أسمعنا في التواصل الاجتماعي كان حملة تشجير في منطقة كاليتوس، ما إلا لبينا هذه الدعوة جينا حنايا والأولاد، كاع الأولاد راهم هنايا رامي بادروا في هذه المبادرة. جئنا اليوم في فعل حملة تشجير وإن شاء الله وتزيين مدينة وهران. جاءت هذه الحملة تخليدا لأرواح الشهداء الذين قضوا نحبهم خلال الاعتداءات الإسرائيلية من أجل نصرة القضية الفلسطينية. اليوم الشباب الجزائري يتضامن مع الشعب الفلسطيني رمزيا من خلال غرس عدد أشجار بعدد الذين سقطوا وقضوا واستشهدوا في سبيل الأرض المقدسة في أرضنا في فلسطين الغالية. 14,523 شجرة. مبادرة طيبة والفكرة كانت فكرة جيدة، ونحن على مستوى ولاية وهران استحسناها،
وافقنا عليها ومشينا، واليوم الحمد لله انتم تشوفوا بنات وابناء الجزائر القادمون من كل الولايات راهم يقوموا بزراعه الاشجار، مشاركه الجيش الوطني الشعبي، مشاركه ذلك الدرك الوطني وكل الاسلاك الامنيه بما فيها الحمايه المدنيه، حضور كذلك الجمعيات وبقوه لهنايا. تفعيل برنامج منتدى شباب الجزائر من خلال مشاركة الشباب في الحياة التطوعية جاء اليوم ليجسد على أرض الواقع في مبادرة تبرز قوة التضامن الجزائري مع الشعب الفلسطيني. في قطاع الري استفادت بلدية صفصاف الوسرى بولاية تبسة من مشروع محطة لتصفية المياه المستعملة للحد من التلوث البيئي ودعم السقي الفلاحي للمساحات الزراعية، تقول عائشة بوبريقة. من هذا المكان تخرج هذه المياه صافية بنسبة 96% بدون رائحة ولا لون، بقدرة تخزين تصل إلى 90 مترا مكعبا، وتعتمد المحطة من خلال هذه الأنابيب على بكتيريا تقوم بتصفية المياه المستعملة التي توجه للري الفلاحية. تعتمد هذه التقنية على بكتيريا التي تصفي وتنقي المياه القذرة، لذلك تم الاستغناء عن الطاقة وعلى اليد العاملة. مشروع اقتصادي بتكاليف استغلال ضئيلة مقارنة بمحطة التصفية الكلاسيكية. مقارنة بالنظام الكلاسيكي لتصفية المياه القذرة، النظام هذا اقتصادي ولا يستهلك الطاقة وبأغلفة مالية متواضعة. مشروع يعني بيولوجي في الأفق، يعني كانت أول تجربة في ولاية تبسة، كانت على مستوى بلدية صفصاف الوسرى، وكذلك محطة ثانية هي على مستوى بلدية أم علي. هذو أول محطتين كانوا على مستوى ولاية الشرق. مشروع تنموي حيوي للمنطقة ومحطة ستساهم في الحفاظ على سد بلدية صفصاف الوسرى. المواطنين راهم ينتظروا في الاستغلال نتاع هذا السد بفارغ الصبر، والحمد لله نحن رانا قاعدين نشوفوا في حوي يعني العوائق نتاع استغلال السد راهي قاعدة تتنحى، هذا جزء منها. الماء تاع التصفية فيها فايدة، صافي السقي ودواء، لا نداوي لا نشاوي هاك تشوفي في الجر، نعمة من نعمة الله. مشاريع تسعى من خلالها السلطات المحلية بولاية تبسة للحفاظ على هذا المورد المائي الهام الموجه للفلاحة. في ملف الصحراء الغربية، حذر الرئيس الصحراوي الأمين العام لجبهة البوليساريو إبراهيم غالي من سياسات الاحتلال المغربي التوسعية العدوانية التي تهدد السلم والأمن بالمنطقة، وذلك خلال ترأسه أشغال الدورة العادية الثالثة للأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو، حيث أوضح غالي في كلمته الافتتاحية أن دولة الاحتلال تعاني من تبعات حربها العدوانية على الشعب الصحراوي، مما جعلها تعمد إلى سياسة الهروب إلى الأمام باستهداف المدنيين العزل عبر مختلف وسائل الدمار. وبالمغرب، الشارع ينتفض من جديد في مظاهرات احتجاجية مطالبة بحلول عاجلة للوضع الاجتماعي المتردي ومنددة بالتطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل وجرائمه المرتكبة في حق الفلسطينيين. مسيرات قوبلت بالقمع والاعتقال من قبل إدارة المخزن. هدى الوبح. أي تطبيع لا يزال المغرب يتمسك به، في حين الغرب البعيد عن الإسلام والعروبة غصت شوارعه بمظاهرات لا تنتهي ضد بني صهيون، تطالب الاحتلال بوقف جرائمه ضد الفلسطينيين في قطاع غزة. لكن الشعب المغربي قال كلمته المناهضة للمخزن في مظاهرات حاشدة ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني. مسيرات احتجاجية حاشدة تلبية لدعوة الجبهة الاجتماعية المغربية والعديد من المنظمات الحقوقية ضد الارتفاع الهستيري للأسعار، قابلها تطويق أمني مشدد من أفراد القوة العمومية التي سخرت لقمع المتظاهرين السلميين المطالبين بالعدالة الاجتماعية. Yeah.
مظاهرات غاضبة عاشها الشارع المغربي أمس على وقع القمع البوليسي والتطويق الأمني، أتت في ظرف تميزه سلسلة من الفضائح باتت لصيقة بالمخزن إلى جانب كشف أكاذيبه على الرأي العام الداخلي وانكشاف مؤامراته ضد إرادة شعبه. في الرياضة ولحساب الجولة الأولى لمرحلة المجموعات من كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، يستضيف اليوم اتحاد الجزائر نادي هلال بنغازي الليبي بملعب 5 جويليا الأولمبي ابتداء من الساعة 8 مساء. المباراة تنقل على المباشر على القناة الأولى للتلفزيون الجزائري. وفي كرة القدم المحلية، استكملت أمس مباريات الجولة السابعة للرابطة المحترفة بإجراء 4 مباريات شهدت عودة المتصدر مولودية الجزائر بكامل الزاد بعد فوزه على الاتحاد الرياضي الصوفي بنتيجة 4-3، وفرض اتحاد بسكرة التعادل على شبيبة القبائل بهدف في كل شبكة. كما حسم التعادل أيضا لقاء اتحاد خنشلة ونجم بن عكنون دون أهداف، فيما حول فريق شبيبة الثورة تأخره أمام أولمبي شلف إلى فوز بثلاثية لهدفين. إلى المكتبة الوطنية بالحامة، وفي إطار منتدى الكتاب الفضاء المفتوح على الكتاب، نظمت وزارة الثقافة والفنون حفلة تكريم للروائي الجزائري الدكتور وسيني العرج عرفانا لما قدمه للرواية الجزائرية منذ 40 سنة. حفل التكريم الذي أشرفت عليها الوزيرة سوريا مولوجي كان فرصة للتعريف بآخر الأعمال الأدبية للروائي، وهي رواية حيزية. يذكر أن الروائي وسيني العرج تحصل مؤخرا على جائزة سلطان قابوس بسلطنة عمان. المقصود بالمنجز الأدبي هو هذا الجانب العام، يعني هذه الكتابات الروائية عبر 40 سنة، وأنا أكتب، وكثير سعيد أن المآلات كانت كثير كويسة وكانت كثير طيبة، وصلنا إلى مرحلة وين مع الجمهور الجميل والناس بجنبك، وفي رواية كان فيها نقاش حولها كبير، ونشوف أن الجمهور اليوم حب يقرأ كما كان في المعرض يعني، وهذا كثير جيد بصراحة. أنا كثير سعيد بهذا. أكبر منجز هو أنك كيف تجعل القراء أيضا يهتمون بما تكتب، يعني وأن أن أن المسألة اللي قلتها وكتبت عنها ليس مسألة ثانوية ولكنها مسألة جوهرية بالنسبة لي، أنها كثير كثير مهمة، فأنا كثير سعيد بهذا اليوم. نحتفي بأحد أعمدة الرواية في الجزائر وفي العالم العربي والعالم أجمع، اعتبارا لما قدمه من أعمال، يعني أعمال افتكت وبجدارة الكثير من الألقاب العالمية والجوائز، وترجمت إلى عشرات اللغات. فبالتالي اليوم هذا التشريف وهذا التكريم هو عن استحقاق وجدارة لأستاذنا الكبير وسيني العرج. ونختم من الواحة الحمراء بتيممون، حيث تحكي زربية فتيس بألوانها الزاهية وأشكالها الهندسية الجميلة تراثا عريقا متأصلا بين سكان الولاية، إذ ما تزال نسوة قصر فتيس تحافظ عليه وتبدع في حياكة رموزها ودلالاتها. ملك خليفة. هذه الأيادي تتداخل بين خطوط المنسج بسهولة، سرعة وإتقان. فالزربية الفاتسية حرفة تمتهنها كافة النسوة تينركوك منذ الصغر وبعفوية. أغلبية الناس هنا في فاتيس يعرفوا الزربية الفاتسية، طفلة صغيرة تلقاها تعرف كيفاش تخدم الزربية الفاتسية، لحقاش كاع البيوت تقريبا يستعملوا الزربية، يخدموا الزربية الفاتسية. بسبب هذه الزربية المنطقة بانت المنطقة وبانت التقاليد تاع المنطقة، وشاركنا بها في عدة معارض وصالونات وبينا الثقافة، ولحد الآن يتعلموها في التكوين المهني، ويتعلموها في كل دار يتعلموا الزربية الفاتسية. سميت بالزربية الفاتسية نسبة لقصر فاتيس، فالألوان الزاهية والأشكال الهندسية المختلفة هو ما يميزها.
استلهاما من التراث المحلي الأصيل. الزربية الفاتيسية مكونة من صالة فيها 4 قعدات وثمان مخايط، متكونة من الخيط أو الخيط الحرارة والصوف الحر، ومن بعد يديروا له طريقة نسجو، ينسجوه ومن بعد يصبغوه بزعفران وقشور الرمان وحنا، ومن بعد يصبغوا هذوك الخيوط ومن بعد يخدموا بهم كما راكي تشوفي على اشكال. وحرصا على توريث الحرفة نظرا لتمسك المنطقة بالعادات والتقاليد، الفتيات هنا يتوجهن إلى هذا المركز لتعلم حياكة الزربية على أصولها. تعلمتها على خاطر من لينا صغار تربينا عليها ومن خدمها ديجا خلوها لنا أجدادنا، وبعدها توارثناها من جيل لجيل ولات نخدموا حنا. كاين إقبال كبير من طرف كما نقولوا السياح ولا الزوار ولا كما نقولوا اللي باغين يتكونوا عليها ولا يخدموها، كاين إقبال، وما من المشترين يجوا هنا يدوا يديروا دوموند عندنا ويدوا. تيميمون غنية بالعادات والتقاليد، فمثلما الزربية الفاتسية رمز من رموزها، فهناك تراث وأثار ما تزال صامدة وخالدة. وبهذا نكون وصلنا إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. أشكر لكم المتابعة، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.